Il nous a fallu du temps pour avoir l'autorisation de tourner ce reportage à Rabat. L'avortement n'est pas un sujet facile au Maroc. C'est une réalité qui bien souvent reste à l'ombre des caméras. Le professeur Shraibi est obstétricien. Il dirige ce service de maternité. أنا تفاجأت كثير بهذا القرار وتنظن بأن الشرف ديالي تحطم في هذا لأن وصل هذا القرار في واحد اليوم يوم بصفة مفاجئة 27 يناير اللي عندي كل يوم مع الساعة 8:30 عندي اجتماع مع الأطباء ديال المستشفى اللي تنتكلموا على الحالات ديال المرضى كلهم. درت هذاك الاجتماع كما العادة وهنا علمت في وسط هذا بأن تسمى واحد اخر في البلاصه ديالي وواحد وعلمتها بواحد الوسيله اللي هي ما مشرفاش تماما امام الاطباء امام الطلبه امام كل واحد. شفتي بان كاين هادو اشهر واشهر واشهر هما تياخذوا كل الرخص وخداو الرخص وهذا هو اللي تيقول بان الوزاره تقول بان ما كايناش رخص كاين رخص كترخصوا من طرف اولا وزاره الاتصال وزاره العدل من طرف كل السلطات المعنيه. هنا ربما ما طلبناش ولكن انا في العلم ديالي بان هاد الناس هادو اللي جاوا صوروا مده 15 يوم في المستشفى ليلا ونهارا كانوا تيفطروا ويتغداو في هاد المستشفى تيدخلوا هذا كاينه اداره كاين مهتم كاين حراس عامين كاين مديريه ديال المستشفى ديال المستشفى الجامعي 15 يوم علاش ما عمرهم تكلموا تماما؟ من الممكن كان يمكن لهم النهار الاول اللي جاوا هاد الناس هادو الا كاين مراقبه في المستشفى اذا غادي يجي الحارس العام ولا المدير ولا اي واحد يمنعهم. اذا وهنا راهم كلهم موقعين على هذا ونقدر كذلك غادي نكشف على هذا. هذه ثانيا وما كاين اي طبيب اللي تصور بدون الاذن ديالو كلهم كانوا متفقين وكلهم كنت علمتهم بان راه كاين قناه ديال هذا وراهم شافوها واللي ما بغاش يتصور راه ما تصورش. كان مثلا طبيب ديال الاطفال كان رفض كان قال انا ما نتصورش من حقك باش ما تصورش. كذلك صورنا هادو اللي النساء العازبات اللي جاوا في واحد مضاعفات خطيره ديال اجهاض او جاوا حملوا او جاوا ولدوا في المستشفى من بعد تخلاو على الرضيع ديالهم هادوك تخبى عندهم الوجه ديالهم. اللي المراه اللي هي جات ولدت بصفه اللي هي متزوجه بصفه شرعيه ولدت طلبنا منها لا الفرنس دو ولا هذا طلبنا منها الاذن باش تصور وقبلات قلنا لها وهذا تيبين غير وجه ديالها ما تيبين اي مكان من الجهاز التناسلي ديالها. هاد الطبيبه الانعاش حاولنا كان رضيع هذا الرضيع هذا الام ديالو كانت خدات عليه تيوزن 900 غرام حاولنا بكل المجهود ديالنا باش ندخلوه لقسم الانعاش حاولنا مع هاد الطبيبه هذه رئيسه قسم الانعاش قالت بان ما كاينش ما يمكنش تدخلوه لان ما كاينش ما عندهمش مكان. طلبنا منها باش تصوير في القسم ديالها رفضت ولكن وهنا عاوتاني عندنا الادله القاطعه وراها تصورات بان طلبت منها في الهاتف عبر الهاتف وهما تيصوروا واش ممكن باش هاد المكالمه ممكن باش تصور مع فرانس 2 وعطات الموافقه ديالها الكامله. الحمد لله القضاء غادي يعطي الكلمه ديالو غادي ينصف ما بيناتنا لان انا على يقين بان ما عملت اي غلط اللي نصبوا لي الوزاره وانا واجد الا كان اي غلط اللي عملته انا واجد العقوبه ولكن انا متيقن بان ما عملت اي غلط.